السلع اللي تم الإعلان النهاردة من خلال وزارة التجارة والصناعة إن هم مش هيتصدروا لمدة 3 شهور، فول وقمح ودقيق، ما بنزرعش مكرونة لكن بنزرع فول وقمح ودقيق وعدس. تقدير حضرتك هيبقى إيه أثر القرار ده على السوق، على علينا داخليا؟ هو بص حضرتك، مبدئيا كل عام وحضرتك طيبين طبعا، وحضرتك بالصحة والسلامة. طبعا حضرتك عارف إن إحنا في شهر شعبان ستات البيوت بيبتدوا يجهزوا نفسيهم عشان خاطر شهر شعبان، واستهلاك شهر رمضان بس بيعتبر 3 أضعاف أي شهر طبيعي. فكل سنة كان الطبيعي مثلا بيحصل مثلا اختلاف شوية في الأسعار، في 5% في 10%، ما بتزيدش عن كده نتيجة حركة العرض والطلب. بس احنا بنطمن الناس القرار اللي طلع، هو قرار ممتاز وقرار في محله، حتى لو في بعض الناس ممكن ده يأثر عليها بالنسبة للناس المصدرين، بالنسبة للجماعة الفلاحين، بالنسبة للجماعة اللي هم شغالين في القطاع ده. بس أنا ما عنديش مشكلة لو قطاع فيه 1000-2000 فرد ممكن اللي هو الشغل يقل معاهم مقابل ان 100 مليون هنريحهم بالنسبة للأسعار. يعني الثلاث شهور دول هيساهموا، حضرتك بتقول انه بدل ما يتم التصدير وجودهم في السوق المحلي ده هيساهم في السيطرة على سعر السلع دي؟ طبعا احنا عندنا يعني في لجان في الشعبة وغرفة عمليات على مدار 24 ساعة لرصد السوق وحالة السوق ساعة بساعة. ايوه طبعا وقف التصدير هيهدي الاسعار شوية، وهيخلي المنتج متاح للجميع. وفي نفس الوقت احنا يعني شوية بنقدم اقتراحات. يعني احنا عندنا في مصر بننتج نوعين فول، فول عريض وفول رفيع. الفول الرفيع هو اللي بيتدمس، الفول العريض احنا بنصدره. فشوية اما نعدي بس من 20 يوم او شهر من بتوع شعبان ونطمن ان الاسعار كلها استقرت، نبتدي نطلب من الوزارة طب احنا عندنا فول عريض وده غير يعني دم ملوش استهلاك محلي، فممكن نطلع له استثناءات بالتصدير عشان نقدر ندخل عمله صعبة. اما القرار لا، القرار صائب والقرار يحترم وحضرتك شايف انه هيبقى له اثر مباشر على السوق يا فندم داخلي. من النهارده اوريدي القرار اثر من النهارده. واحب اشكر وزير التموين ووزير التجاره ومعالي رئيس الوزراء. هيسيطر على الاسعار او ينزل الاسعار بنسبه قد ايه مثلا في اي سلعه من السلع دي؟ لا حتى لو ما نزلش الاسعار هيساعد ان الاسعار ما تزيدش. هي مش زادت اصلا يعني خلال الاسبوع ده؟ يعني هي زادت، بس زادت الدقيق زاد اللي انا اعرفه، الدقيق زاد والمكرونه زادت والعدس زاد. هو الدقيق زاد، وده انا ملوش تفسير من ناحيتي انا خالص. انا مش عارف هو زاد ليه، مع ان احنا عندنا الاحتياطي بتاعنا وعندنا مطاحن. ما هي زي ما حضرتك بتقول، هو الواحد زي ما حضرتك قلت بالظبط، الواحد في حاجات كتير قوي مش عارف ايه سببها. يعني زي انا عندي اقتراح، يعني عندي سبب بنشر من خلال برنامج حضرتك لست البيت وللمستهلك. احنا عندنا مشكله او ثقافه ان ثلاجه بيتنا ما بتتحطش فيها الاكل الزايد، لا ده بيبقى فيها الاكل الزياده. والله انا معاك في اللي حضرتك بتقوله ده، بس مش ده على كل فئات الناس. يعني برضو احنا انا لو اوريك الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء قال قد ايه الناس حاولت تقتصد في مشترياتها في خلال الفتره اللي فاتت، سواء بسبب كورونا او بسبب الصعوبات او المشاكل اللي بيقابلوها. مش كل الناس بتبقى عارفه الحكايه دي، لكن كل الناس بتتاثر بالغلا. احنا بلدنا بلد خير الحمد لله، وشغالين والبضائع موجوده الحمد لله. انا طلبي لست البيت خدي استهلاك اليوم او اليومين بتوعي، سمع والحاجه هتبقى موجوده والله، ومش هيحصل فيها اي مشكله.